بقول لك يعني احنا دلوقتي عايزين نستخدم الالياف، ولكن برضو عايزين طريقه الاستخدام بتكون ايه؟ هقول لك طريقه الاستخدام هي بسيطه جدا. هي الفكره كلها ان احنا بنوضح لك قد ايه هي بتشتغل، قد ايه هي تقدر تكون مركب صلب جوه المعده، انها هتفضل في جوه المعده 10 15 ساعه فتشعرك بالاشباع فترات طويله. واحنا الشبع بيوصل عن طريق ان المعده يكون فيها اكل او يكون فيها حاجه بتشغلها، فيحصل رساله شبع تروح للمخ فتقول زي لك ما احنا خلاص. شايفين كده يا دكتور زي ما دي انت شايفه يعتبر معدتين زي ما حضرتك بتقول بالظبط، دي معدتين. الكوبايه اللي اتحط فيها الالياف دي كوبايه فيها طبقه زيتيه او طبقه دهنيه تمثل الدهون اللي موجوده، والكوبايه الثانيه فيها شويه ميه. قد ايه لما الالياف هي ليها قدره كبيره على انها تمتص الميه، وبعد ما تمتص الميه تكون مركب صلب او مركب شويه فيه سمك سميك. هذا المركب بينشف، كل ما هتسيبيه هيبدا الاول يشرب كميات ميه كبيره فيشغل حجم كبير جوه المعده، فيسيب حاجه صغيره جوه المعده، ربع المعده مثلا، تلت المعده، وبعدين يقف جوه المعده ما ينزلش، لان هو مركب صلب زي ما انت هتشوفي دلوقتي. اصلا احنا واحنا بنقلب الالياف بتزداد لزوجه وسمكا، وحتى واحنا بنقلبها بنحس شويه ان المقاومه زادت. تمام. وبالتالي المركب ده لو انت شايف حتى هو ما خدش جنب الكوبايه، ما انت عشان المركب يبقى سميك او يكون حاجه صلبه ممكن ياخد جنب الكوبايه مثلا ويعمل مركب ويعمل حاجه بس كتله في جزء معين. بالظبط، هو بيتشكل حسب اي حاجه. يعني لو حط بدلنا الكوبايه دي بكوبايه بشكل مختلف هيتشكل نفسه. لو بتشوف المعلقه ما بتقعش، يعنيها ان هو ماسك على الكوبايه، هو مركب سميك. بتشربي وراه كوبايتين ميه بحسب الوزن، لو الوزن مش كبير قوي ممكن نشرب كوبايتين ثلاثه، لو اصحاب السمنه المفرطه بيشربوا لتر ميه. كل ما هتشربي ميه كل ما هي الالياف هتشربها وتملى المعده اكتر. الجزء الثاني من الكوبايه الثانيه هي الالياف قد ايه بتتحد مع ماده الزيت او الماده الدهنيه وبتبدا تحوط عليها وتنزل بيها على تحت او على الامعاء الدقيقه ثم الاخراج بدون امتصاص. جميل جدا. لو احنا الطبقه الزيتيه قلت خالص، يعني انت لو كده من جنب الكوبايه انت مش شايفاها اصلا طبعا، لان هي امتصتها ونزلت بيها بدون امتصاص. فيبقى انت عملتي حاجتين، اشعرتي الناس بالاشباع اللي هي المشكله. اعتقد ان المشكله الرئيسيه هي النهم او الشراهه في الاكل. صحيح. وقد يكون الشراهه في الاكل على فكره بيجي بعض الناس يقول لك انا مش باكل كتير. انت ممكن تكون الشراهة في الاكل هي وجبة واحدة. وجبة واحدة. يعني انت ممكن تكون انت مقيم نفسك انك ما بتاكلش طول اليوم، ولكن ده انا باكل وجبة واحدة يا دكتور، فين الشراهة؟ ده انا ما باكلش. فلما تتكلمي معاه تفاجئ ان هو بيحكي لا، ده بينزل اكل مثلا اكلة واحدة في اليوم، بيقعد طول اليوم بره الشغل في الشغل ويرجع البيت ياكل اكلة واحدة، وهذه الاكلة بتكون كمياتها كبيرة جدا. فبالتالي الناس دي كل دي شراهة بالنسبة لنا في الاكل. الناس اللي بتنقنق حلويات كتير، الناس اللي طول اليوم بتاخد حاجات ذات سعرات حراريه عاليه. يقول لك انا ما باكلش حاجه صغيره، وباكل في الشغل شوكولاتايه، وباكل باتيهايه مع شاي بلبن، وباكل مش عارف ايه. فده كله ده هيساهم كتير جدا الالياف انها تعالج كل مشاكل الشهيه.